من أسئلة الكتاب شابتر 4 بروبلم 9 A point 14 كيلوغرام بيسبول traveling 35 متر بير سكند strikes the catcher's mitt اللي هي القفاز which is bringing the ball to rest recoils backward 11 سنتيمتر what was the average force applied by the ball on the glove يبقى الكرة البيسبول جاية بسرعة 35 متر بير سكند هتعمل ارتداد للجلوف 11 سنتيمتر ويتوقف يبقى من سرعة 35 لسرعة 0 خلال 11 سنتيمتر نقدر نحسب الاكسلريشن اقول ان ال V final square يساوي ال initial velocity square plus 2 في ال A في ال DX ال final ب 0 ال initial ب 35 2A 11 سنتيمتر يعني 0.11 إذن الـ A equals negative 35 square تقسيم 0.22 يديني 5568 متر بير second square احنا عايزين الماجنيتيود للأكسلريشن عشان نحسب ماجنيتيود الفورس يبقى 5568 متر بير second square عارفين ان الفورس تساوي هنقول ماجنيتيوت الفورس يساوي الام في ماجنيتيوت الاكسلريشن الماس 0.14 ماجنيتيوت الاكسلريشن 5568 يديني فورس 779.578 تقريبا نيوتن وعايز الافرج فورس يبقى الافرج فورس 780 نيوتنز